بعد سفير مصر خاضت تجربة عنيفة ومريرة للإصلاح الاقتصادي، منها إعادة منظومة الدعم مرة أخرى وتحرير سعر الصرف، محاولة فتح آفاق الاستثمار، محاولة تغيير التشريعات، محاولة أن تكون مصر جاذبة للاستثمارات. الرئيس دائما يتحدث عن توطين الصناعة وجذب الاستثمارات. كيف ترى بأعين أوروبية برضو ما يجري على أرض مصر كتجربة إصلاح اقتصادي، ومصر حققت أو حافظت على معدل نمو ربما هو الأعلى في الدول الناشئة خلال أزمة كورونا؟ دعني أتحدث عن رابط بالكورونا. رأينا أثناء الأزمة بأن هناك كان خطوط إمداد وكانت هناك مخاطر كثيرة في أي دولة في العالم، هناك أيضا أثناء خطوط الإمداد وبالتالي يتم قطعها أحيانا، ورأينا ذلك في العديد من الصناعات، ليس بالضبط أن تكون هناك مواد خام ولكن في العديد من الصناعات الأخرى ربما لا تتوافر أو يحدث تأخير أو قطع لخطوط الإمداد. ولكن من التفكير والناحية الاستراتيجية وفكر الاتحاد الأوروبي من الأهمية بمكان أن نحقق أيضا لدولة مثل مصر وهي متقدمة، لديكم أيضا بنية تحتية متقدمة، لديكم وسائل نقل متقدمة، تسهيلات كثيرة، مباني، أيضا قوة عاملة، تعليم عالي. مصر حقيقة دولة مهمة جدا للاستثمار أيضا، ولديها أرقام، الأرقام تتحدث عن نفسها في مصر. مصر دولة وفي دولة إفريقية لديها أكثر استثمارات من الاتحاد الأوروبي، ربما الأعلى، ثاني أعلى دولة في الاتحاد متوسط، وبالتالي الشركات الأوروبية ترغب في الاستثمار في مصر. مصر خلال السنوات الماضية قدمت الكثير من أجل جذب الاستثمارات الأوروبية في مصر بصفة عامة. نحن نتحدث عن للتغلب على البيروقراطية وتسجيل الشركات وتسهيل أيضا اللقاحات عندما وأيضا الجمارك والعديد من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات في مصر. ونحن أيضا في تواصل مستمر مع زملائنا في السلطات والوزارات والهيئات المصرية من أجل أن نعبر عن رغبات الأوروبيين والشركات الأوروبية واحتياجاتها من أجل جذب الاستثمارات في مصر.